كانت مناسبة باش نتكلموا على البرامج الحكومية. أولا شرحنا للإخوة البرلمانيين يعني الموقف ديال الحكومة في واحد العدد ديال لي بروجي اللي كاينين. تكلمنا على الظرفية الحالية والظرفية اللي مرينا بها في هذا الشهر ديال رمضان. دونك تكلمنا عن البرامج الحكومية، تكلمنا عن البرامج اللي كتهم المواطنين، اللي هي يعني الإشكالية والمشاكل اللي كنا يعني مرينا بها في هاد 10 أيام الأولى ديال رمضان، اللي كتهم التضخم والإنفلاسيون، وكيظهرلي بأنه كانت هاد الأيام الأخيرة يعني شروحات بما يخص المواد والمنتجات الفلاحية. فهي الفلاحة تعرضت لواحد أولا قلة الماء، تعرضت كذلك الإشكالية ديال لاسومونس اللي طلعت ليها الثمن ديالها، وكذلك ديال لي برودوي فيتو سانيتير ولازوت اللي تقريبا كانت ضربوا في جوج ولا في ثلاثة الأثمنة ديالهم اللي خلات أنه التكلفة طلعت. ولكن رغم كل هذا كيظهر لي بأنه مع الإخوان الفلاحة الاجتماعات اللي قمنا معهم وكذلك الاتفاقيات اللي كانوا خلات انه الاثمنه رجعت لواحد المستوى اللي هو احسن. ومناسبه كانت كذلك باش نتكلموا على يعني البرامج الحكوميه اللي هي كتهم الدوله الاجتماعيه فيما يخص الصحه فيما يخص التعليم فيما يخص يعني لومبلوا ولا شارت دانفيستيسمون، انجازات كبيره اللي تعملت في هذا الشهور اللي دازت، واللي الحكومة رغم يعني الظروف اللي كتمر فيها بعض المرات اللي كتكون صعبة ديال نقص الأمطار والمشاكل اللي كتكون مطروحة، فهي واخدة لوكاب ديالها باش تمشي والبرنامج الحكومي ديالها وتقوم به في أحسن قيام. شفنا بأنه الحمد لله في هذه المناسبة أنه يعني الفرق البرلمانية كلها يعني متماسكة وراء الحكومة كتدعم الحكومة بدون شرط، وبأنه متبعة يعني البرامج ومستعدين بأنه يواكبوا ويوصلوا لميساج المواطنين على المجهود الكبير اللي كتقوم به الحكومة. وكنعرفوا بأنه كاين مشاكل اللي هي موروثة، القصة ديال الماء قصة طويلة لن نعاود لكم عليها، السيد الوزير هنا راه هو يعرف هذا أكثر مني، ولكن هذا إرث ثقيل اللي كنحاولوا في بضعة شهور أننا نلقاو ليه الحل، لا فيما يخص التحلية ديال المياه ولا فيما يخص لو ترونسفير ديال الماء. ومشاريع الحمد لله قوانين اللي كتهم العدل وكتهم واحد العدد ديال القطاعات اللي غادي نجيبوا بها في الشهور المقبلة. إذا الدينامية كاينة، الحكومة مواصلة العمل ديالها بجدية، الأفق باين، لي كريز اللي كيبانوا اللي هما حقيقيين راه كان يعني راه كنعالجوهم، واللي هما مصطنعين راه كنجاوبوا عليهم. واللي كيهمني أنه شفت بأنه الحمد لله رؤساء الأغلبية اللي حاضرين معنا مشكورين كيدعموا، وهما ولا الفرق ديالهم ولا الأحزاب ديالهم يدعمون هذه الحكومة بالنجاح حتى ان شاء الله تعطي النتائج اللي كيتسناو منها المواطنين في احسن الظروف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.